تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. لدينا أولا: أكمل بصيغة مناسبة. لدينا هذان، هل باكين، إذا نضع الصيغة المناسبة. أنجزت التمرين، لدينا علامة استفهام سؤال. أنجزت التمرين، أحسنتم. هل أنجزت التمرين؟ التلميذان مجتهدان، متنع. التلميذان مجتهدان، أحسنتم. هذان التلميذان، هذان التلميذان مجتهدان. ثالثا: تغادر العصافير أعشاشها، جيد، باكرا. نعيد قراءة الجمل. هل أنجزت التمرين؟ هذان التلميذان مجتهدان، تغادر العصافير أعشاشها باكرا. التقني إلى التمرين الثاني. أرتب الكلمات الآتية مكونا جملا مفيدة، جملة مفيدة. لدينا الكلمات: أسناني أنظف الأكل بعد. إذا لدينا أربع كلمات أكون منها جملة مفيدة. أسناني أنظف الأكل بعد، جيد، أنظف، أنظف. ماذا أنظف؟ أحسنتم. أسناني، أنظف أسناني، جيد، بعد الأكل. الجملة المفيدة: أنظف أسناني بعد الأكل. الجملة الثانية: وأتوجه محفظتي أحمل إلى مدرستي. أبدأ الجملة ب: أحمل محفظتي، أحسنتم. أحمل محفظتي، أحمل محفظتي، جيد. وأتوجه أين؟ إلى المدرسة، إلى مدرستي، إلى الجملة المفيدة: أحمل محفظتي وأتوجه إلى مدرستي. أولا: أنظف أسناني بعد الأكل. ننتقل إلى التمرين الثالث. أستعمل الصيغة في جملة مفيدة. لدينا الصيغة فيها كم؟ علامة استفهام سؤال. الصيغة تلك، إذا نستعمل جملة. مثلا جملة فيها كم، نقول: كم الساعة الآن؟ مثال آخر: كم ثمن هذا الكتاب؟ إذا نختار مثال: كم الساعة الآن؟ كم الساعة؟ الآن، علامة الاستفهام. تلك، مثال: تلك التلميذة مهذبة. ومثال آخر: تلك السيارة جميلة. ناخذ مثال: تلك السيارة جميلة. تلك السيارة جميلة. لدينا هنا سؤال، علامة استفهام: كم الساعة الآن؟ نجمع: تلك السيارة جميلة. ننتقل إلى التمرين الرابع. أصنف الكلمات في الجدول حسب الحرف. لدينا كلمات: مسرح، نافذة، العلم، هاتف، سعاد، جديدة، وهبة. لدينا الحروف: حرف ه، حرف م، حرف د.
مسرح واحد حرف الميم مسرح اكتبها مسرح نافذة يوجد ها لا يوجد ها ميم لا يوجد ميم دال لا يوجد هذه الدال فيها نقطة هذه الدال هذه تختلف هذه الدال فيها نقطة لا نكتبها العالم يوجد ميم العالم اكتبها مع الميم هاتف حرف الهاء هاتف هنا سعاد حرف الدال سعاد هنا جديدة حرف الدال جديدة وهبة حرف الهاء وهبة إذا لدينا مسرح في حرف الميم نافلة لا توجد ها لا توجد ميم ولا توجد لخطأ العالم حرف الميم هاتف حرف الهاء سعاد حرف الدال جديدة حرف الدال يوجد اثنان وهب حرف الهاء ننتقل إلى التمرين الخامس أضع كل ضمير في مكانه المناسب لأن الضمائر نحن أنا أنت نحن أنا أنت ولنرى الجمل حافظنا على الأمانة حافظت على الأمانة حافظت على الأمانة لأن حافظنا أحسنتم نحن حافظنا نحن حافظنا على الأمانة حافظت أنا حافظت حافظت على الأمانة جيد أنت حافظت على الأمانة إذا لدينا أنا حافظت أنت حافظت نحن حافظنا على الأمانة وهكذا انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم.